اليوم حطينا الرحال في القروان والحمد لله. اليوم بعد جمعية الكشافة بولاية القيروان مركز الطفولة احتضن الفكرة العالمية الحمد لله. معناها الميساج متاعنا قاعد يوصل والتفاعل متاع الناس والكشافة استقبلتنا استقبل طيارة بارك الله فيهم. أهداف الجروب إن شاء الله رانا باش نكونوا نبذة أمل الكل عاطل عن العمل وكل صغير عنده طموح الغدوة ورؤية الغدوة. هذه بلادنا هذا مجهودنا إن شاء الله صوتنا يوصل. الأركوبة لينو هي جروب تأسست للخدمة الدورات المجانية في الدهن والتزويق. الغاية الأولى هي تمرير الصنعة باش ما تموتش صنعة الدهن. لكن هما الجروب هذية طوى اللي يخدم جروب فنانين. إيش معناتها؟ معناتها نخدموا البانتير ديكوراتيف. جينا للقروان استدعتنا الكشافة فوج التربية نوجه لهم تحية كبيرة وتحية المركز الإعلامي الموجه للطفل بالقيروان اللي احتضن الدورة. تحية لكل من ساهم من ولاية القيروان في إنجاح هذه الدورة. نعدوكم بدورة متميزة وكما ريتوا البارح اليوم احنا في الكلوتير متاع الدورة وإن شاء الله تكون دورات أخرى. هدفنا أن نوصل الميساج متاعنا، أن نوصل صنعة للناس الكل للصغيرات. اليوم في قروان بدعوة من الكشافة التونسية خدمنا على تام حاجة قروية، حاجة فيها السجاد القروي، فيها الزربية القروية، حاجة انسبيراسيون بأبسط الوسائل تنجم تعمل حاجة مزيانة وإن شاء الله ديما تراو منا حاجات مزيانة. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.